والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا نتصور عقلا أن يوجد إيمان ولا يوجد عمل. من يقول لك بأن المهم الإيمان وإن لم يكن هناك معه عمل تقول لك كذاب. ليش كذاب؟ لأنه لا يتصور عقلا وجود إيمان وعدم وجود إيش؟ عمل. فالعمل ليس منفصلا عن الإيمان، إنما هو الوجه الآخر للإيمان. كيف نتصور أو نتخيل عقلا أن رجلا يؤمن بأن الله تعالى أوجب عليه الصلاة، وأن الله تعالى وتوعد التاركين للصلاة بالويل يوم القيامة وبالعذاب في نار جهنم، كيف نتصور أنه يترك الصلاة؟ ما تركب عقلا، صح؟ ما تركب. كيف نتصور أن إنسانا يؤمن تمام الإيمان بأن الله حرم السرقة وأن الله تعالى توعد السارقين بالعذاب ثم يسرق؟ كيف نتصور أن رجلا يؤمن بوجوب بر الوالدين وصلة الأرحام ثم يقطع أحد والديه أو يقطع أحدا من الأرحام؟ لا نتصور ذلك. الذي نتصوره أن الإيمان ماذا ينتج؟ ينتج العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ونحن إذا جينا إلى آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن موضوع العمل، نجدها كثيرا ما تربط أو تقرن الإيمان بماذا؟ بالعمل الصالح. يعني الآيات كثيرة جدا، مئات الآيات التي كثيرا أو غالبا ما تذكر العمل وتربطه بويش؟ بالإيمان، وأن الإيمان هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن ويش إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني لا نتصور امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ثم تخفي الرحم، ثم تخفي الحمل في رحمها. يعني لو أن رجلا طلق امرأة، تأتي بعض النساء وتدعي بأنها حاضت ثلاث حيض وأنها خرجت من العدة لكي تتزوج رجلا آخر، فإذا ما جاء ذلك الولد نسب للزوج من؟ للزوج الثاني، وهو في الواقع ابن من؟ ابن الزوج الأول. ليش يا حرمة تسوي كذاك؟ قالت: غمّن حال ذاك الزوج الأول، بعد في النهاية يكون الولد حاله أكبل خشمة وبنكر أن شيء فيه حمل، وبقول بأني حط ثلاث حيضات حتى أنتقم منه وأنسب هذا الولد للزوج الثاني. هل هذا الفعل تفعله مؤمنة بالله واليوم الآخر؟ لا. لو كان فيها إيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر لكشفت وقالت بأنني يعني في أحشاء حمل، صحيح أنني قد أكون مبغضة للزوج الأول لكن هذا حكم الله، ولا بد من أن ينفذ حكم الله. مثل الله سبحانه وتعالى قال: ولا تعضلوهن، يعني ينهى عن عضل النساء عن الزواج. قال: ذلك أو ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كان رجل عنده بنت ويمتنع عن تزويجها ليضر بها دون أن يكون هناك سبب مقنع، يعني لكون هذا الرجل ليس كفأ لها، فهذا يعني عدم وجود الإيمان. لا تقول لي هذا إنسان مؤمن ومطوع وما شاء الله عليه ومستقيم وكذا وكذا كذا، ومن هنا ما يزوج بناته، هذا ما منه شيء. لو كان في إيمان ما امتنع عن تزويجها إلا إن كان ذلك الخاطب وش؟ ليس كفأ لابنته. أما أن يقول ما أزوجها، ليش ما تزوجها؟ قال: هذه البنت عندها راتب، وإذا أنا زوجتها الزوج هذا بياكلها فلوسها، ونحن أحق به ونحن أحق منه بهذا المال. هذا الشريحة موجودة، صح؟ هناك من يمتنع عن تزويج البنت، ليش؟ قال: بنت نافعت لنا في البيت، قال طخوانها وتشتغل في البيت، نحن إذا زوجناها خسرناها، نقوم نجيب شغالة بعدنا وتخسرنا راتب. يعني يريد بنت تكون شغالة حال البيت، يعني هو لا يزوجها لهذا السبب. هل هذا مؤمن بالله واليوم الآخر؟ لا. لو كان مؤمنا لأدى حق الله في هذه البنت.
حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما ممكن يجتمع إيمان وزنا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وإيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا شفت إنسان يكذب فاعلم أنه غير مؤمن، مرة ما تلف لا يمين ولا يسار، هو غير مؤمن، والدليل أنه يكذب. لو كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لما تجرأ أن يكذب، لأن إيمانه يردعه عن أن يكذب. لهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما يذكر أصحاب المعاصي يذكر أنهم في النار، لو كانوا مؤمنين لما دخلوا النار. مثل الله سبحانه وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك وش يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. مثل الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه وين؟ جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي يقع في المعاصي ولا يتوب لا يدخل الجنة ولا يقبل الله تعالى منه توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم ماذا؟ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالقضية واضحة على أن الوقوع في المعاصي أو ترك الواجبات يستوجب العقاب يوم القيامة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا الذي لا يصلي أو الذي لا يزكي أو الذي يعق والديه أو الذي يقطع أحدا من أرحامه أو أنه يكذب على الناس أو أن يغتاب أو أن يقصر في شيء من الواجبات هذا غير مؤمن أبدا ولا يستحق أن يدخل الجنة، بل هو مستوجب لعذاب الله.